شعور طيب يعني ان الواحد يقابل ملك، مش قليله النقطه ديت. حسن محمد مصطفى ابو زيد، الملقب بحسن ابو زيد، ده اسم جدي اللي هو رباني انا، اللي هو جدي ابو والدتي. طبعا الصنعه دي صنعه وراثه ورثتها عن العيله. طبعا جدي الجد والجد جد، انا يعتبر الجيل السابع للصنعه دي. انا الوحيد بنسبه عمل المنابر والكنائس اللي هي على الطراز القديم، مش مستعار زي النجارين الحاليين اللي هو بيعملوا الشغل اللزق. دكتورة أمنية دي مديرة في المتحف البريطاني، فهي اللي عملت الدعوة لسمو الأمير شارلز وقالت له على الشخص الوحيد اللي عندنا اللي هو في مصر اللي هو بيعمل معنا الشغل ده. طبعا هو جاء من السفارة، خدت السيرة الذاتية بتاعتي، جابوا لي هنا وصوروني وخدوا السيرة الذاتية، واتعلمت ازاي وامتى ومين اللي علمك كل ده، كان وعيلتي مين اللي كان في العيلة وكانوا بيشتغلوا ازاي وكانوا بيشتغلوا فين، وخدوا الفكرة كلها عن حياتي وسيرتي الذاتية. طبعا بعتوا له هناك السيرة دي بالصورة بالسن بكل شيء عني. طبعا الراجل جاي وعنده معلومة ان انا الوحيد اللي بعمل الشغل ده حاليا في مصر، فالراجل كان وشه بشوش ومنبسط، وحتى قدمنا له هدية وفكتها قدام منه وركبتها جزء منها، بقى منبسط يعني مستغرب ان الحاجة دي وسلسة. اول لما استقبلته الحقيقه من بره، هو كان منبهر ان هو موجود في القاهره القديمه، وكان سعيد جدا، قال لي انا مبسوط جدا ان انا موجود في المدينه العريقه التاريخيه بتاعتكم. وحتى واحنا داخلين كنت بقول له احنا داخلين دلوقتي من منسوب الشارع من القرن 19، وبعد كده باصين على منسوب القرن 14، لان القاهره مدينه عليها طبقات كتير. كان سعيد جدا الحقيقه بزياره بيت رزاز وبزيارة بيت تاريخي أثري، لأن البيت رزاز تقريبا من القرن 15 عندنا رنك للسلطان قايتباي موجود في الحوش. دكتورة أمنية أول ما دخلت جات قالت له إيه مستر حسن اللي هو بيعمل النجارة العربي، يعني على بقول إن هو عنده خلفية باسمي، فراح مسلم الراجل عليا بيقول لي يعني ده ايه؟ بقول له ده منبر جانب البهلوان، وده الريش بتاعته لان هي فقدت، اللي اتعملت غلط، فاحنا عملنا الصح. فراحت مكمله هي، قالت له ده الوحيد اللي هو بيعمل الشغلانه دي في مصر، ومن غيره ما كناش الحاجه دي اتلمت تاني او اتعملت زي ما كانت بالظبط. طبعا هو الراجل عنده خلفيه وجاي في البرنامج ان انا هقعد معاه اطول فتره ممكنة في الحديث، لأنه طبعا معجب بالنجارة العربي وعشقها. قال لك حاجة عظيمة جدا، إن في مازال ناس متمسكة بالأسس الإسلامية أو بالشغل الإسلامي في مصر لغاية الوقت، لأن كل الوقت بيدور على حاجة سريعة، لكن هو عارف إن دي بتاخد وقت يعني ما فيهاش مكسب، بس مازال إن أنا متمسك بيها. قال لك ده حظة عظيمة جدا إن في واحد متمسك بعمله مازال لغاية النهاردة، يعني من قديم الأزل، يعني من 800-900 سنة الأشغال دي ما اتعملتش. الأشكال دي
الأمير تشارلز مهتم جداً بالحرف التراثية، لأن هو خلق مدرسة في لندن من أكثر من 20 سنة، مدرسة الأمير للحرف التراثية، ومهتم جداً بالخشب والنجار العربي، لأنه كان من ضمن الناس اللي ساهمت في ترميم منبر صلاح الدين في الجامع الأقصى في القدس. فالموضوع مش جديد عليه، وهو بيحب جداً جداً الهندسة الإسلامية كمان. فاحنا لعبنا على النقاط دي، شوية النقاط اللي احنا عارفين ان هو مهتم بيها. اكتر قطعة وقف وكان متحمس جدا طبعا قصادها لما كنا حاطين فردين الريشة بتاعت منبر جانم البهلوان، وسألني ايه نوع الخشب دوت وازاي بتعملوا الكلام ده، وبعدين بقى دخلناه جوه في الورشة عند عم حسن وورينا له الرسومات، لان عم حسن بيرسم بطريقه واحنا المهندسين والاساليم اللي معانا في الفريق بنرسم بطريقه مختلفه. احنا بنرسم اللي بنشوفه، اما حسن بيرسم اللي بيركبه. ايام محمد علي باشا جدي كان من ال 17 نفر اللي طلعوا الاستكانة او طلعوا تركيا. انا اتعلمت الاول الشغل الاسلامي مع جدي ابو والدتي اللي هو حسن ابو زيد اللي انا بلقب باسمه، كنت بروح هو ايام ما كان موجود مع اجازات المدارس، انزل اشتغل شويه بشويه لغايه ما بقى عندي 17 سنه. كنت بقيت ملم ببعض الحاجات كتيره جدا، وقعدت كتبت الشغل ده ازاي، يعني وصفوا لي ازاي يتعمل. الفترة الجيل اللي بعد مني أو اللي كانوا قريبين من سني ما وصلوش للعلم اللي ربنا اداهولي ده. لما اشتغلت في المؤسسة المصرية لكواز التراث هم ادوني الفرصة إن أنا أوصل لشغل المماليك. فشغل المماليك ده مش شغل مش سهل، مش زي الطبيعة اللي احنا اتعلمناه. ليهم فكر تاني وطرق تانية وأسلوب تاني في الشغل والرسم. فلما دخلت معاهم جواه رسمهم انبسطت، وحسيت ان اللي احنا اتعلمناه ده كله ما يساويش 0/10 على اللي انا اتعلمته منهم. دايما احنا بنحافظ على الاشخاص اللي هي بعد ما اتدربت اختارت ان هي تحافظ على الهويه بتاعت البلد من خلال تراثها الثقافي. دول احنا بنسعى معاهم جدا جدا، بندعمهم بكل الطرق لغايه الحمد لله ما وصلنا ان احنا بقى فريقنا عندنا فريق كبير جدا متنوع الثقافات ومتنوع الخلفيات الدراسيه وايضا متنوع كمان الاعمار. الأمير تشارلز كان عيد ميلاده يوم 14 نوفمبر، فعملنا له هدية عشان عيد ميلاده، وعملنا له اللي هما الكافلينجز اللي بيتحطوا في القميص. تاني هدية اديناها له كان جزء من الأرشيف المنابر المملوكية اللي احنا شغالين عليه. طبعا انبهر بالشغل وانبهر بالهدية أصلا اللي أنا قدمتها له. يعني قدمت له هدية وفكيت جزء منها، فك وتركيب، انبسط وخدها باشتياق، يعني مش إن هي أي حاجة، يعني خدها بفرحة، حسيت بأن هو فيه الراجل مبسوط من النقطة دي، الهدية دي. حاليا النبذة اللي انا فكرت فيها وكلمت الناس اللي هم المسؤولين اللي هم شغالين تبعه هو في المدارس، ان انا اطلع ادرس للاربع مدارس بتوعه، يعني اطلع اديهم فكره ونبذة عن النجار العربي الاصيله. مش اي حد يطلع يقول لك انا بشتغل نجار عربي ويقول لك انا، لا اديهم الحقيقه بتاعت الشغل نفسه. طبعا كانت فرحتي ان انا بعد حوالي 57 سنه من تعليمي او وقفتي بقى في العمل النجاره العربي وقابلني ملك وعنده الحب ليها والخلفيه ليها، ده كان شيء عظيم بالنسبه لي جدا، وده كان نصر جامد ان انا ربنا نصرني في عملي ان انا وصلت للدرجه ديت.